لوب مع دكتورة جوسلين ساسين، بصبحك بالخير وإن شاء الله سنة يعني تكون مليانة بكل شيء بتحلمي فيه. مرسي ماجي، صباح الخير كمان، والسنة حلوة لكل اللي عم بيسمعونا وعم بيتابعوا هالفقرة، ولقلك ماجي إن شاء الله عن جد 2023 تكون سنة خير. إن شاء الله يا رب. دكتورة ساسين، اليوم الموضوع كتير حلو، يعني أوقات كتير بنسمع بموضوع الجلطة ويمكن بنخلط بيناتهم، أو يمكن ما بنعرف إذا كانت أسبابها وحدة أو نتائجها وحدة. مثلا الجلطة على القلب بنسمع بجلطة بالدماغ، جلطة على الإجر، ما بعرف، جلطة على الرئة، يعني بزمن الفيروسات وكورونا كتير سمعنا بهالموضوع. أول شيء خليني أقول، هل هي نفس الجلطة؟ لا، بالتحديد هو هذا الموضوع كنا بدنا نحكي عنه تنحدد، لأنه ناس كتير بتخلط بين هدول الأنواع الجلطات معي. حتى الناس يقدروا يتابعوا معنا شو الفرق بين هدول الجلطات، خليني أشرح أول شوي شو هن، شو الفرق بين الشريان الأحمر وبين الوريد اللي بيحمل الدم الأزرق. رح سميهم الشريان الأحمر والوريد الأزرق. الشريان الأحمر هو اللي هن الشرايين اللي بتنقل الدم الغني بالأكسجين والمواد المغذية من القلب للأنسجة، يعني لبقية الأعضاء، أهم الدماغ والكلى والرواية. والشريان أو الوريد الأزرق هو لما الأنسجة بتاخد هالأكسجين بدها ترجع تاخد هالدم اللي خسر الأكسجين تنقله على الرئات حتى ياخد الأكسجين ويرجع يجي على القلب ويرجع يوزع. فعنا الشريان الأحمر وعنا الوريد الأزرق. الجلطات عفوا ممكن تصيب الشريان الأحمر وممكن تصيب الوريد اللي بيحمل الدم الأزرق. ليش منفرق بيناتهم معي؟ لأنه العلاج بيختلف. إذا كانت الجلطة أصابت الشريان الأحمر، طريقة المسيل المود أوف أكشن تبعها بيختلف عن المسيل اللي بنعطيه لما الجلطة بتصيب الشريان أو الوريد الأزرق. نعم. والعوارض طبعا بتختلف. رح ناخذ اكزامبل، مثلا الجلطه الدماغيه. الجلطه الدماغيه هو لما يصير في نوع من التجلط بالشرايين الحمراء اللي بتنقل الدم على الدماغ، ولما ينقطع هالدم على منطقه الدماغ بسبب هالشريان الاحمر، يعني الشريان الاحمر ما بقى عم يغذي هالمنطقه اللي تسكرت، ما عم يوصل اكسجين لهالمنطقه اللي بتتغذى من هالشريان الاحمر، وبالتالي بيصير في تلف بالخلايا تبع الدماغ، وبصير العوارض تنتج حسب المنطقة اللي تأثرت بهالجلطة. نعم، أوكي. مشان هيك إذا بدك شوي بنعطي شو هن العوارض بالجلطة الدماغية وحكينا عنهم للناس تعرف، لأنه في كتير أوقات دايما أنا بنقي الموضوع ماجي حسب شو بيجيني أسئلة من المرضى، يعني صحيح. بقول أنه لازم ننقل هالتوعية للمرضى. يعني مثلا عندي مريضة أهلها افتكروها أنه يعني لأنه كبيرة بالعمر عم تضيع بالحكي، عم تحكي الجملة ما عم تقدر تكفيها، ما عم تلاقي الكلمة المناسبة. سو هيدي نوع من التعثر بالكلام، لما بنقعد بنضيع الكلمة المناسبة بجملتنا، هيدي ممكن تكون إشارة لجلطة دماغية. حسب المنطقة، يعني إذا أجلت المنطقة بمنطقة الدماغ من قدام شيء، إذا منطقة الدماغ من وراء شيء، إذا على جنب عمالة اليمين شيء، إذا على الشمال شيء تاني. سو العوارض بتختلف، ممكن يكون في ضعف بالإيد والإجر، مثل ما قلنا بيصير في تعثر بالنطق، ممكن يحس المريض إيده خضرت، أو إذا مثلا بيعلي الإيدتين. في كتير أوقات نقول للعالم يعملوا هذا التست، علي الإيدتين، وإذا إيد من هالإيدتين عم تهبط أكثر من التانية، هيدا علامة ضعف بالإيد، وهيدي ممكن تشير لجلطة بالدماغ. نعم. ممكن كمان يكون في إذا بدك فرق بالابتسامة، بيكون ميلي قاشطة أكثر من ميلي، هيدي كمان ممكن تكون جلطة بالدماغ، أو بيكون في بنقله فاشل باراليسيس، يعني العصب تبع الوجه متأذى، شلل لسبب معين، فيروس، لفحة هواء أو ما إلى ذلك. نعم. سو هيدي هي الجلطة الدماغية، هي بتكون جلطة تصيب الشريان اللي بغذي منطقة معينة من الدماغ، وهون المسيل بيكون من عائلة الأسبرين. نعم. وأكيد بينعطى بدوز معينة. أوقات بننتقل لعائلة مختلفة بتكون أقوى كتير حسب نوع الجلطة وحسب العوامل الخطورة عند كل مريض. نعم. السؤال هون دكتورة ساسين، قلت أنه في نوع شوي من عوارض،
قد ايه بتضل هالعوارض قبل ما هالشخص يعني يفقد يمكن الوعي كليا؟ يعني قد ايه بنراقبه؟ كتير مهم السؤال ماجي، كتير مهم عامل الوقت. لما تصير الجلطة كل ما المريض تحرك بسرعة واستشار طبيبه، كل ما الطبيب قدر ينقذ هالمنطقة اللي عم تتأذى من جراء الجلطة أو تسكير الشريان. الوقت إذا خلال ساعات قليلة حتى أول ساعة يعني نحن بنقدر ننقذ الخلايا إذا بلشنا العلاج على السريع، لأنه منحلل هالجلطة وبيرجع بتتغذى هالمنطقة. نعم. كل ما تأخرنا كل ما تلف بخلايا الدماغ صار خلص ديفينيتيف وما منعود نقدر نخلص، بتصير جلطة ديفينيتيف. يعني إذا في عنا ضعف بالإيد بضل الضعف موجود. مشان هيك منقول نحن للمرضى عملوا شي تيست اسمه فاست. فاست يعني يمكن شوي صعب هلا نشرحه على الهواء، هي فيس ارم سبيكينج وتايم. الفيس يعني بنطلع على الوش بنشوف اذا في علامات، على الايد مثل ما قلنا بنعمل التيست للنطق سبيكينج، والتايم كثير نتحرك وذين تايم يعني شورت تايم حتى نستشير الطبيب حتى ما يصير في عنا تلف او تزيد الجلطه مثل ما قلتي وتؤدي الى تغير بالوعي او الى الكوما مع الوقت. صحيح. هل ممكن هون دكتوره سيسين اذا حدا موجود مع هالشخص قبل ما يقدر ينقله مثلا يقدر ينقذه بطريقه يمكن يعطيه ما بعرف اسبرين او يعطيه ما بعرف شو؟ لانه اوقات كثير يعني بنفكر انه هالعامل الوقت ممكن كمان يساعد. يس ماجي، بس اهم شغله بدي اقول للناس ما تعطي اي دواء في حال شكوا بالجلطه، لانه نحن حتى كاطباء اول شغله بنعملها بيوصل المريض لعنا بنعمل سكان للراس، لانه الجلطه الدماغيه الناتجه عن يعني في اوقات بيصير في عوارض مثل ما قلنا تشبه الجلطه الدماغيه الناتجه عن تسكير شريان، اوقات اذا صار نزيف بهالمنطقه بيعطي نفس العوارض. اوكي. فبالتالي لنقدر نفرق اذا هيدي جلطه دماغيه ناتجه عن تسكير بالشريان او ناتجه عن نزيف بالشريان لازم نعمل السكان، وساعتها العلاج بيختلف. اذا نزيف ممنوع نعطي مسيلات، واذا كانت جلطه دماغيه ناتجه عن تسكير شريان ساعتها بنعطي مسيل. فابدا المريض ما لازم ياخذ شيء بالبيت بهالحاله، لازم دغري يتوجه لاقرب طوارئ او يستشير طبيبه على السريع. نعم. إذا بدنا ننتقل لعوارض مثلا جلطة الإجر أو الرئة أو القلب كمان، صح. يعني هل هي نفس صح. العوارض أو بتختلف؟ لا بتختلف طبعا، الجلطة بتختلف حسب العضو بالجسم اللي هو متأثر بهالجلطة. بس إذا بدنا نحكي عن الشريان الأحمر مثل الجلطة الدماغية اللي بتشبه الجلطة الدماغية جلطة القلب ماجي، كمان بيتسكر الشريان التاجي كمان اللي بيغذي القلب، وبتصير العوارض ألم بالصدر، لعيان، وجع معدة، ألم بمد على الإيد أو بمد على الحنك. كل هالعوارض اللي إذا بدك بيعرفوها صاروا العالم صاروا فاميليير معها أكثر، هيدي كمان جلطة بشريان أحمر، وبالتالي كمان علاجها بيكون مسيل وبالمرافقة مع طبيب القلب. إذا الشريان بينفتح بيصير في فتح للشريان كمان، كل ما انفتح الشريان بسرعة كل ما خلصنا عضلة القلب خلال ساعة. يعني لازم بيقولوا انه لأطباء القلب انه خلال ساعة لازم ينفتح الشريان حتى نخلص عضلة القلب ما يصير في قصور بالقلب على المدى الطويل. نعم. هيدي كمان شريان احمر. اما جلطة الارجل وجلطة الرئة هي جلطة بالوريد، منا جلطة بالشريان الاحمر. بالدم الازرق مزبوط. هالجلطة بالارجل بتصير لاسباب معينة متعددة، أكترية الأسباب بتصير يعني الشخص ما بيتحرك كتير لسبب معين، مثلا عمل عملية وبده وقت حتى يقدر يتحرك، خصوصا عملية الكسور والعظم، هيدي الأشخاص بيطولوا ليرجعوا يستعيدوا المشي من بعد هيك عمليات. هول الأشخاص معرضين أنه يعملوا جلطات بالأرجل وبالتالي جلطات على الرئة. اللي بيسافروا سفر طويل مثلا بالطيارة وعندهم عوامل خطوره كمان، هدول الاشخاص بنقول لهم يتحركوا بالطياره، يلبسوا الكلسات تبع الفاريس، ياخذوا ابره سيالين قبل ما يسافروا سفره طويله. اكيد الابره بتتاخذ مع اذا بدك راي الطبيب، لانه طبعا كل حاله هي حاله خاصه بالطب. هو معلومات بس تنلفت النظر للمريض، اوقات يمكن يسال طبيبه، يمكن يعني في ناس بيسافروا ما بيسالوا طبيبهم، ضروري نسال الطبيب لما نسافر سفره طويله يعني فوق العشر ساعات. صح. هلا اللي بيصير انه بهالارجل شو بيصير لما نقعد فتره طويله والدم ما بيتحرك، بيصير في تخثر وبيصير في جلطات
بالأرجل. من عوارضها أنه بطة الإجر بتتورم، بتصير سخنة، بيتغير لونها، بيصير في ألم. كل هدول عوارض وجود جلطة. خطورتها هالجلطة إذا صارت بالأرجل ماجي أنه هالجلطة هيدي تفرفت وتبعت جلطات تانية للرئة، وهون بتصير الخطورة. إذا هالجلطات بالرئة صاروا متكررين أو كبروا ممكن يشكلوا خطر على الحياة، بيصير في ضيق بالتنفس، هبوط بالأكسجين، هبوط بالضغط، وبتأثر على الحياة. نعم. مشان هيك جلطة الأرجل هي جلطة خطرة، لأنها ممكن تبعت الجلطة على الوريد الأساسي بالرئة يلي هو بياخد الدم على الرئة وبيغذيه بالأكسجين وبيبعته على القلب. يعني هيدا هو الارتباط بين جلطة الإجر والرئة. يعني بنسأل أوقات إنه ليش هالارتباط، يعني ليه من الإجر على الرئة مش على مكان آخر؟ لأنه بتبعته على الوريد الأزرق الأساسي. 100% ماجي، كتير مهم. جلطة الرئة إجمالا بتجي من جلطة الأرجل، يعني مشان هيك نحن بس نكتشف جلطة بالأرجل بنقول للمريض بدك ما تتحرك هلأ أول فترة لنكون عطيناك الأدوية المسيلة المناسبة لجلطة الأرجل يلي بتختلف عن الأسبرين. لأنه في كتير ناس بيقولوا عندي جلطة بإجري لكن باخد أسبرين. لا، المسيل هو منه من عائلة الأسبرين أبدا. لحتى نمنع انه الجلطه تطلع على الرئه لازم المريض ما يتحرك اول فتره، ياخذ الابر المسيله، وبعدين بعد فتره يعني بعد عده ايام من انه ساعتها في يتحرك. نعم. بيشعر دكتوره؟ نعم عفوا، كنت عم بقول بيشعر هو بألم؟ يعني بيقدر يكتشف انه صار عنده جلطه بالاجر مثلا اذا كان بالطياره؟ هل بتظهر هالجلطه على الاجر؟ بالطيارة ما بتظهر. هي الطيارة إذا بدك عامل خطورة بهالوقت، من بعد السفر ممكن تظهر عوارض مثل ما قلنا، ألم ببطة الإجر، تورم، بصير في احمرار، سخونة، كل هيدول علامات وجود جلطة بالأرجل. أوقات عند بعض الأشخاص تحدث جلطة الأرجل من دون ما يكونوا كل هالعوارض موجودين ماجي، وبيوصلوا الأشخاص لعنا بيكونوا عم بحسوا بعوارض أخرى بالجهاز التنفسي، يعني ضيق بالتنفس، هبوط بالأكسجين، الضغط بغير، نبضات القلب بتسرع. مشان هيك نحن عند الفحص كتير أوقات منشك بالجلطة حتى قبل ما نعمل الفحوصات من خلال مؤشرات اللي بتظهر على المريض. هلا هدول الاشخاص اللي ما كثير بحسوا بعوارض اجمالا اشخاص كبار بالعمر، ما كثير بيتحركوا، بيكون عندهم عوامل خطوره، بيكون عندهم الفاريس اكثر كثير باجرين وقلو زمان، بيكون في اذا بدك امراض مصاحبه بتزيد من خطر حدوث الجلطه. فبالتالي عند ظهور اي مؤشرات، مشان هيك دائما انا بقول للمريض دائما ما بنخسر انه نستشير الطبيب. صحيح. عند ظهور اي عوارض، يعني حتى اذا انا نبضات قلبي دائما بيكونوا بالسبعينات وفجاه صاروا بال120، معناتها جسمي عم بيعطيني اشاره انه في عندك مشكله. استشير. صح. الطبيب بيقدر يوصل للتشخيص 100%. مش ممكن دكتوره ساسين يصير في جلطه مباشره على الرئه؟ لا، اجمالا مباشرة على الرئة ما بتصير. الرئة يعني جلطة الرئة بتصير تجي من جلطة الأرجل. اوكي. نعم. يعني اللي عم نحكي عنه بالرئة هو مختلف عن يلي حكينا عنه قبل بالنسبة للفيروسات او كورونا او H1N1 يلي ممكن تأثر على صحة الرئة. هيدا شيء مختلف تماما، هيدي جلطة جاية من الإجر ما لها علاقة ب، يعني وقتها بنقول مثلا سقط عروينا او نحن عم نعاني من ما بعرف احتقان بالرواية، ما له علاقة بالجلطة. قصدك الالتهابات الفيروسيه؟ نعم. يعني مثل الكورونا؟ صح. بلى، الكورونا هي كمان بتسبب جلطه على الرئه كمان من خلال الارجل، لانه هو شو بيصير كمان بس من خلال الارجل. نعم. صح. يعني حتى لو ما اكتشفناها ماجي، نحن اجمالا تنكتشف جلطه، ناكد اذا بدك جلطه الارجل لما نشك فيها بنعمل فحص اسمه دوبلر للارجل.
هلا الدوبلر منه 100% بيساعدنا تنكتشف جلطة الأرجل، لأنه كل فحص بنعمله بالطب، هيدي شهادة صعوبة الطب، إنه كل فحص صحيح بنعمله بالطب له ليميت معين، يعني مش 100% بنقدر من خلال الدوبلر نشخص. أوقات بنعمل الدوبلر وما بيبين عنا الجلطة، لأن بتكون شوي عالية الجلطة، يعني ما بتكون بباطة الأجر، بتكون أعلى، فما بنقدر نشوفها على الدوبلر، ولكن هي بتكون موجودة. يعني احنا بنقدر لما تصير جلطة الرئة انه اكيد في شريان او عفوا وريد بالاطراف مسكر، ممكن يكون محله عالي او كتير غميق ما قدر الدوبلر يلقطه. نعم. ولكن بالنهاية شو ما كان وين ما كانت موجودة هالجلطة، لما تصير جلطة الرئة العلاج هو واحد، ما جه هو مسيل خاص لجلطة الرئة، وبالتالي بخلي جلطة الاطراف تصح وجلطة الرئة تصح. طبعا حسب اذا بدك نحن درجه الخطوره، يعني نحن دائما دائما بالطب كل ما جينا متاخرين كل صح ما فرص الشفاء بتكون اقل، مشان هيك لازم نستجيب لجسمنا ولما يعطينا عوارض معينه. نعم، في كثير ناس بسرعه ما بعرف دكتوره ساسين اكيد بتسالك، وهلا يعني كمان يمكن عم بيتسالوا، هل هناك ما بعرف اساليب بحياتنا للوقايه من اي نوع من الجلطه؟ ايه طبعا الجلطات الارجل وجلطه الروايه هي اكيد نحرك اجرينا، نتفادى انه يصير عندنا وزن زايد، نتفادى القعده الطويله، اذا عملنا عمليات ناخذ ابر مسيله، اذا هالعمليات خصوصا عمليات عظم مثل ما قلنا وعمليات بالظهر بتخلينا نقعد وقت كتير، اذا سافرنا نتحرك كمان بالطياره، واذا لازم ناخذ ابر مسيله ناخذها، نشرب مي كتير كمان. بالكورونا اول الكورونا كنا نعرف انه هالفيروس هيدا بيسبب جلطات، لانه كانت حده الالتهاب اللي بتسببها فيروس الكورونا بتسبب التهاب بالوريد او اذا بدك بالشرايين بشكل عام، فبالتالي بتسبب حدوث الجلطات. لحسن الحظ انه هلا الكورونا ما بقى تعمل هالانفلاماسيون القويه بالجسم مثل قبل، ومشان هيك خطر الجلطات صار اقل مع الكورونا. وطبعا هذا بيرجع لانه صار عندنا مناعه مجتمعيه وجسمنا بيدافع بقوه اكثر جراء التقاط هالفيروس، وبالتالي ما بتحدث هالانفلاماسيون الكبيره اللي بتعرضنا لمشاكل اخطر. نعم. اما جلطات الدماغ وجلطات القلب هن تقريبا الوقايه تبعيتهم ذات الشيء، يعني الشخص اذا بيدخن ما يدخن، إذا عنده مشاكل سكري ضغط كوليسترول يلي هن عوامل الخطورة لازم ياخد العلاج بشكل مناسب، ويترافق أكيد مع زيارات متكررة عند الطبيب حتى دايما يترك لجة السكري يترك لجة الضغط. في عنا كمان السليب أبنيا ماجي يلي حكينا مرة عنها يلي هي الاختناق الليلي، كمان بتعرضنا لجلطات إن كان على القلب وكان على الدماغ، هيدي المشكلة لازم نكتشفها ونعالجها كمان لنخفف من خطر الإصابة بالجلطات. نعم، هيك كأنه يعني المشترك بين كل هالجلطات هو تخثر الدم بمكان ما. هل هناك فحص تنقدر نعرف إذا في أشخاص عندهم تخثر بالدم مثلا، ما بعرف يعني هو موجود عندهم، يعني بالتالي هن أكثر عرضة للجلطات؟ لا، اذا عم تساليني انه شو هو الفحص اللي ممكن نعمله لنعرف اذا في شخص معرض لحتى نتوقع هيدا الشيء، لا ما عندنا فحص دم، ولكن في فحص دم اذا بدك بنعمله لما نشك عندنا بجلطه على الرئه، بنعمل فحص دم. هيدا فحص الدم اذا طلع عالي ساعتها بيوجهنا كثير على جلطه الرئه، ولكن كمان بنرجع نقول انه هيدا الفحص الدم اذا طلع عالي بيكون له عدة أسباب، وحسب الكونتكست الكلينيكي اللي جاي فيه المريض الطبيب بيقدر يشرح هالفحص. إذا بدك هون صار كتير موضوع طبي يمكن ما بدنا نضيع الناس فيه، ولكن فحص نعرف هيك مين المعرض أكثر من غيره، لا هن العوامل الخطورة، الأمراض الموجودة، الأمراض المصاحبة، الكانسر، الأشخاص اللي بياخذوا كيموثيرابي، الأشخاص اللي عندهم فريس بإجريهم وما عم يتعالج هالفريس عم بيزيد، الأشخاص اللي ما بيتحركوا كثير، الأشخاص اللي عندهم وزن زايد، هدول كلهم عوامل خطورة، لأنه الشخص اللي بيدخنوا كمان ما بدنا ننسى اللي بيدخنوا هي كمان التدخين عامل أساسي بإن كان للجلطات بالشريان الأحمر يعني جلطات الدماغ جلطات القلب، او بالوريد كان يعني جلطات الارجل وجلطات الرئه. نعم، هل الاطفال كمان عرضه للجلطات دكتوره ساسين؟
كثير قليل، اذا كان يعني هذه حاله جدا 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 نادره بتصير عند الاطفال لحسن الحظ، لانه شرايينهم بيكونوا جداد وحلوين مثلهم، فبالتالي العوامل اذا بدك الخطوره عند الاولاد كثير أقل. كثير قليله. نعم. اذا في امراض قلب معينه يعني هون حالات كثير جدا نادره وخاصه. صحيح. شكرا دكتورة ياسين على هالموضوع الشيق والمفيد، وأكيد فيه كتير من التوعية. بنتمنى على كل الناس ما تهمل أي إشارة بتحس فيها تستشير طبيبة فورا، لأن مثل ما قلتي دكتورة ياسين، كل ما الوقت هون عامل كتير مهم بموضوع الجلطات وين ما كان بالجسم لإنقاذ الحياة. شكرا لك دكتورة ياسين، بنشوفك الأربعاء الجاي إن الله راد.